إن ما يعانيه الفلسطينيون اليوم هو أبشع اضطهاد غير إنساني يشعر قبالته بالخجل. مجد غزة أنها بالإضافة إلى كونها قد علقت الجرس، جرس مقاومة القهر والظلم في المنطقة والعالم، فهي ستنتصر على آلة الحرب المدمرة التي تواجهها. مجد غزة أنها لا تدافع عن نفسها أو عن وطن مستباح منذ أكثر من 7 عقود، أو دفاعاً عن أمة مستكينة حشرت لغتها في المعاجم وخضعت لمغتصبيها دون مقاومة، بل وسارت في ركبه كوكيل عنه في قمع شعوبها. شرف غزة أنها أكبر من الجغرافيا، وهي تواصل صنع التاريخ في إعادة الاعتبار لفكرة العدالة على الأرض. هذه المفردة المقدسة التي داستها الولايات المتحدة الأمريكية وطفلتها المدللة الكيان الصهيوني، والدول الأوروبية التي حولت مقومات حضاراتها إلى كائن ممسوخ بيد الأمريكان، وباتوا مجرد خرفان تسوقهم أمريكا في أي اتجاه تريد، ولا يجرؤ أي منهم على الرفض، وإلا سيكون مصيره أقرب سلة مهملات، وهم يعون ذلك جيداً، لذلك فهم يؤثرون السلامة على الكرامة. شرف غزة أنها لم تقبل إلا العيش بكرامة، واتخذت قرارها بالدفاع عن العدالة والكرامة مهما كان الثمن، والذي كان كبيراً جداً، ولكنها ترى أنه أقل ما يمكن. مجد غزة أنها بالإضافة إلى كونها قد علقت الجرس، جرس مقاومة القهر والظلم في المنطقة والعالم، فهي ستنتصر على آلة الحرب المدمرة التي تواجهها بلحم أطفالها الذين يرفعون شارات النصر على حمالات الإسعاف وأسرة المستشفيات إن وجدت. هذا الفهم والوعي لطبيعة المعركة ضد الرأسمال العالمي والصهيونية قاد الكثير من النماذج المضيئة في كافة مكونات وأنشطة الحياة إلى اتخاذ موقف حازم ومبدئي دون حسابات الربح والخسارة على المستوى الشخصي. وربما كان الأكثر قسوة على الأمريكان وربيبتهم إسرائيل أن يخرج عليهم هؤلاء من بين ظهرانيهم وفي عمق ملعبهم ومطبخهم الذي فيه يجري تزوير السرديات وصياغة الأكاذيب عن المنظومة الأخلاقية للرأسمالية والصهيونية ودفاعهم المزعوم عن حقوق الإنسان. ويتمثل هذا المطبخ في عالم صناعة السينما الوكر المدعو هوليود، والذي تديره شركات صهيونية باحتضان المخابرات المركزية الأمريكية. من هذا المطبخ خرج العديد من النماذج المضيئة، ورفضوا السرديات المزعومة، ورفضوا المشاركة في هذه الجريمة غير الأخلاقية. وليس هذا وحسب، بل صرخوا بأعلى صوت في وجه الرأسمالية والصهيونية البشع ووحشيتهما وسلوكهما المدمر للحضارة الإنسانية عبر سحق كرامة الشعوب وإذلالها وإفقارها. وربما كان النجم مارلون براندو المثال الأبرز على هذه النماذج المضيئة. براندو، والذي يعد أهم ممثل في تاريخ السينما العالمية، قال في أيامه الأخيرة وقبيل رحيله عام 2004 في حوار مميز نشرته بعد وفاته جريدة لوس أنجلوس تايمز: عشت حياتي بالطول والعرض، ولست نادما على مواقفي، ولو عدت إلى الوراء لدافعت عن نفس القضايا التي تؤرقني. ما زلت أعتبر الشعب الفلسطيني شعبا عظيما مثل شعب أمريكا الأصلي الهنود الحمر، الذين يعيشون قضيتهم بإصرار ويرفضون التنازل عن أرضهم وعن دمهم. هذا هو موقفي الذي عشت لأجله ودفعت ثمنه غاليا، ولكني لست نادما أني عشته ودفعت ثمنه، لأن الفرق بين إنسان وإنسان يكمن في القضية التي يدافع عنها وليس في
الشهرة أو في الأضواء أو المال. براندو الذي نال الجوائز العالمية عن جميع أفلامه تقريباً حصل على جائزتي الأوسكار عن فيلميه على الواجهة البحرية والعراب، ورفض تسلم الجائزة الثانية احتجاجاً على موقف النظام الأمريكي من إبادة الهنود الحمر. كتب عنه المخرج الكبير مارك كامبل: مارلون براندو ليس ممثلاً عادياً، إنه نبض الأداء الممزوج بين الموهبة الطبيعية والإبداع، وهذه ببساطة أسباب نجومية مطلقة. لكن النجم الكبير دائماً ما وجد نفسه مطوقاً بالأسئلة، وكان يطرح تلك الأسئلة بصوت مسموع، كان يريد العثور على إجابات لها، على الرغم من أن تلك الإجابات وضعته في الظلام قرابة 10 أعوام بتهمة مناصرة الشعوب الضعيفة التي يعتبرها الكبار شعوباً منبوذة وفق سياسة السمكة الكبيرة التي كان يرفضها مارلون براندو بشدة. مارلون براندو الممثل لم يكن يختلف عن الإنسان فيه، كان نابضاً دائماً بالحياة وكارهاً للإهانة، لإهانة الإنسان والاضطهاد الشعوب مهما كانت مسميات اضطهادها. ولهذا وجد نفسه في قمة نجوميته يقف إلى جانب قضية الهنود الحمر داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ما جعل الصحف الأمريكية تصفه بالمجنون. ليس لأن قضية الهنود الحمر قضية خاسرة، بل لأنها قضية حساسة تتدخل في تحجيمها أجهزة الفيدرالية الأمريكية ومؤسسات كبيرة بمن فيها المؤسسة العسكرية، ناهيك عن الدور اليهودي المعروف في استثمار هذا الخطأ لأجل معاقبة مارلون براندو على كل التصريحات والمواقف التي أبداها منذ ميلاد نجمه كأكبر ممثل عرفته السينما الأمريكية في القرن 20. مارلون براندو كان بيعبر عن آرائه بصوت عالٍ ولا يخشى من أحد. ولد مارلون براندو بتاريخ 3 أبريل عام 24 في مدينة نبراسكا التابعة لمقاطعة أوماها التي يعتبرها الهنود الحمر عاصمة تاريخهم الأول، ولعلها تلك البداية التي عاشها براندو في أجواء مدينة تغص بالهنود الحمر الذين ظلوا يطالبون بحقوقهم المدنية البسيطة. كان متأثراً كثيراً بتلك القضية إلى درجة أنه رفعها وهو يدخل إلى هوليود من أوسع باب بعد نجاحه الكبير في أول فيلم جعل منه ممثلاً رقم 1 في أمريكا. إلا أن إحساسه أنه يحمل هدفاً إنسانياً جعله يصر على أن الحديث عن القضايا الإنسانية المهمة لا ينقص من قيمة أي ممثل بل يزيد فيها. قال لصديقه جيفري مونت في ربيع سنة 68: يا صديقي، ما قيمة الإنسان إن لم يكن يعبر عن مبادئه؟ أنا أكره الصمت وأحب إن تكلمت أن أتكلم عن أشياء مهمة وغير تافهة. كانت تلك السنة التي عبر فيها من خلال برنامج تلفزيوني مباشر عن إحساسه بالخيبة والغضب إزاء ما يعانيه الهنود الحمر داخل الولايات المتحدة الأمريكية. قال في ذلك البرنامج جملته الكبيرة: أمريكا بناها الهنود الحمر بعرقهم ودمهم ودموعهم. ربما هي الجملة التي أغضبت الكثير من السياسيين وقتها، والذين كانوا يرفضون فتح جبهة الهنود الحمر في الوقت الذي كانت فيه أمريكا تدخل إلى العالم عبر حروب اختيارية وليست إجبارية. في السبعينات تحول اهتمام الممثل الأمريكي إلى القضية الفلسطينية التي اعتبرها قضية حقوق شرعية. قال إن ما يعانيه الفلسطينيون اليوم هو أبشع اضطهاد غير إنساني يشعر قبالته بالخجل. ربما استمر إحساسه بالخجل لسنوات طويلة لأن الشعب الفلسطيني تحول إلى شعب مقهور رسمياً أمام أعين العالم المتحضر والمدافع عن الحريات وعن الحقوق. كان موقف الممثل
مارلون براندو من القضية الفلسطينية موقفاً مبهراً، ربما لأنه كان ممثلاً كبيراً في سينما أمريكية استعملت كل وسائلها لإضفاء طابع الشرعية على اللوبي اليهودي داخل الولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم. فكان يرفض تلك الحرب القذرة على الفلسطينيين ويرفض أن يكون عبداً لليهود، قالها في برنامج تلفزيوني أثارت تعليقاته حرباً إعلامية مسعورة ضده، لأنه قال بصريح العبارة: اليهود هم أسباب مشاكل الكون في الوقت الراهن، هم الذين يذبحون الفلسطينيين باسم التمدن، وهم الذين يديرون عربة أمريكا كي يصنعوا منا يهوداً جدداً. تلك الحملة التي اعتبرها اليهود بمثابة الحرب على براندو، فحاصروه وطوقوه وجعلوه يدخل فجأة فيما يشبه العزلة عن العالم والناس. عام 1982 طلب مارتن ميلر من الحزب الجمهوري الأمريكي من براندو أن يعتذر علانية لليهود، ولكن براندو في مقابلة إذاعية أخيرة له قال الكلام نفسه، وقال إن اللوبي اليهودي هو الذي يسير السينما الأمريكية ويريد أن يقودها إلى الانحراف والمخدرات والجنس والقتل العمدي والخراب.